ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا ربنا ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا قينا عذاب النار ربنا قينا عذاب النار ربنا المحامي ديالك جا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزاكم الله خير السلام عليكم السلام المحامي الجديد او هذا لما انا مسافت نولتو السلام عليكم سلام ايك ما كاين ياسين ولا الزوزي سي الزوزي ما طلع رحمه الله قدم لك راسه لك القصه التاجه الله اكبر يا استاذ تاجر ودابا انا شنو غادي ديروا معايا ملي مات العزوزي 16 عام واش غنبقى هنا ولا تشوفوا لي شي حاجه باش نخرج من هاد الحبس ديال النوي كيف شفتي دابا الاستئناف اللي استنفناه عليه هو مازال مستنف راسو هذا في نظر القانون غير مجرد جرجير يا دابا انا 16 عام انا ضربه في الحبس كلها غير مجرد جرجير بما انك دوزتي ثلاثه ديال الارباع ما بقاش عندك الحق في الطلب الثالث إلا إلا كملتي نصف المدة اللي بقى لك ياك أخويا شحال هاد نصف المدة اللي غنقضيها عاوتاني هنا ماشي بزاف تقريبا شي 10 سنوات علاه تعطينا 10 سنوات وتبقى هنا تنموت باش تفرحوا انت وداك المرحوم الله يعينك على ابوه شوف غادي نقول لك جوج حوايج يا إما غادي تحترم راسك وتحترم لينا اللي معاك ولا غادي نقدم استقالة أنا اللي مالي نجد يا لالا واش انا مالي نحارك البنك المغرب لا ما درتي والو غير بعت العمله لكازا ديال الجابون وما رجعت حتى الدوله غير في 65 شيفا واللي غلب يعف هذاك ما كيتحسبش لهم القانون دوك الناس اللي كياخذوا الاراضي وبنوا البني والطيح على عباد الله وكيموتوا هذوك ما عندهمش القانون ولكن هذوك راه عندهم شركات انت ما كتخدمش بروفيسيونيل الخدمه ديالك ديال الهوات فهمتي واش ديال الهوات كيفاش ديال الهوات واش دابا انت واش دابا تجي تدافع عليا ولا جي باش تخلي لي السم باش تعصبني وبدا تتمرن انا مالي ندير انا لا شوف Thank you.
يا شيخ ما كنا خويا خارجين هكا داير الاضراب لا راهي فراج عام خرجوا كلشي كلشي وكي درتو ليها وخويا ما عرفتش انايا كيقولوا كاين شي فيستيفال شي لعبه هذه داكشي علاش خرجونا حنا دابا نبقى هنا انا ولا شنو ولا خصني ندخل دابا للحبس باش نخرج من الباب خرجوا كلشي مرحبا عم السي مرحبا عم السي حيدوا عليا حبس بصوص نوار الكاميرا دامس الكاميرا تاع الكاميرا فين كلشي موجود قول لي دوتي مع القنوات كلهم كلشي كون هاني غندوز الاخبار صافي فضي لي مع عمال السبليونيه صافي تسلم عليك تفضل يلا يلا كلشي غيكون خاطر ان شاء الله بغيت نبان في الخارج مرحبا مرحبا انا راه خوكم انا راه كندير هادشي في سبيل الله ما كنبغيش نبان في التلفازه بلا منا الله انا كنكره الجرائد وكنكره نبان في التلفازه ما كنستغلش الصحافه انا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم ما تسحبونيش كنخون لكم فلوسكم انا كنرجع لي فلوس الحمله كنرجع فلوس اللي خسرت على الحزب جاتي جاتي تبارك الله تبارك الله تبارك الله انت هذاك مر تبارك الله تبارك الله صحاب الدخل راه عيطوا ما كتعرفي انا ما عنديش صاحب انا ملقط مقطوع من الشجره تفضل تبعني كاميرا ديالك ما كتصور في اللي من هنا هنا راك غدوز في الاخبار شوف بغيت ندوز الاخبار ديال جميع الهاجس انا ما جيتش لا ما جيتش انا جيت ما جيتش انا راه ما جيتش على قبل الطمع ما جيتش باش نهبكم جيت باش نطلع بكم من فوق عاود جوج حضرات تبقى مضاعفه كاميرا جيت باش نطلع بكم جيت باش نطلع بكم والله اللي عالم وغادي تشوفوا ان شاء الله يلا نسيت تقول لي مره عنده سيارة مع جوج خاصو يمشي كاينه ظروف كاينه ظروف غادي ان شاء الله نعقلوا لما بارك الله عليكم غنتوحدكم ما تكبروش ما تكبروش بزاف خليكم شباب ما تكبروش الله 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 شكرا نسيت الله الله بعد سير انس بعد زيد بعد انس هيد عليا الله سالينا انس سالينا يا قدوة شاو غنعرض عليك غادي نديرو حمام وميساج تقول مساج المهم زيد طحنتهم والله ما عندي واش طحنتهم الله يعاون فينا كاين غير الطحين الصحه للعباد فكنت في الله هنا انا مشيت لفريق مشيت للطواليت ونعاود نرجع فهمتيني نخليك مرتاح مع راسك قال لك يمشي الزين وكيبقى حروف
هالسلعه يسلمك علقتي عاوتاني؟ لا بلا ما الورقه ديال الحبس ديال الخروج. انا حرمت من ديك المره فاش هربت وحصلوني في الطواليت ديال ديك السينما، والله ما باقي نخرج من الحبس، نخرج غير بشرفي وكرامتي. ولكن حنا خرجنا دابا ما عنديش فين نبات. انا غنسدن دابا ساعة ونص بس في البحر. اي انا بس في البحر. انا قلت زعما انتي 16 عام وانا غابر عليك، غنجي غنلقاك دايره الولاد والدار ومصيبه لي شي بريتش في السطح نمشي نخمد فيه. سبق انتي يا مسكينه بس في البار. وما شربتهاش خصني ندبر على خدمة. هذاك راجلك اللي في الحمام باقي تما ولا سلت في حالو؟ الله يرحمه. ويلي مات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا قربت نموت. أودي راه أنت باقا هكا، كلنا غادي نموتوا. لقيت داك الشيء بالأجل. قالوا لي بقات لي تقريبا شي 3 شهور. عندي كونسير الكارو. ما تبقايش تجبدي لنا في الموت في هاد الوقيته هادي. عندي لك واحد الخدمه الا بغيتي. امري علاش انا هنا؟ 25 عام هادي كنت خدامه راقصه في كاباري لو بوغ. الشباب والمراهقه قلت العقل. مع الخدمه ما عنديش كيف ندير للتربيه. ديتها لبنت خالتي في الداخله رباتها. هاد السر ما كيعرفو حتى واحد. هادشي وقع قبل ما نتزوج. كل عام كتجيني كارت بوستال من الداخله كنعرف فيها اخبارهم. هاد العام ما جاني والو. ملي سولت على بنت خالتي قالوا لي ماتت. وتي لا دادا ولد ولا بنت؟ بنت مسكينه. غير شوفها فيها قبل ما نموت. وانا تقت فيك والله العظيم. انا فرحان ملي قلتي لي تقت فيك. مشكلتك راني قطعت لي اطراف اطرافك بنتي. اش غادي نقول لك انا؟ وشحال هادي في هاد لافير؟ اي ها اللي كنكتب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الخير والبركة ما يخلف. مليون تسبيق. وهذا الشيء ملي تجيب البنت ديالك. ويا قلتي لي تختي فيا، عطي لي كل شيء وصافي 24 ساعة نحضر لك الدرية. لا ما تبقي تخليني غادي جاي. خذ المليون قبل ما نتراجع في كلمة. علاش تراجعي؟ هادي الكارت بوستال فيها الادريسة. وهادي التصويرة ديال البنت. ما تلعبش معايا ها؟ لا شوما دري بحال بنتي. وغا تشوفي انا صورو بار. قلبي بحال الحليب. الشيش. تقت فيك حين سالوبار يا سالوبار. اجي قولي ليا انت زعما ملي غتمشي ماشي زعما الله يرحمك وغادي نديرو عليك ديك الليله، هاد البار لمن غادي تخليه؟ مسعود. صباح على خير. صباح على خير. Yeah, 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 yeah.
عطيني شي بليصه للداخله داخله كاينه غتجي اخويا حتى الانسكان غتهبط وغتبقى تمشي للداخله علاش غتطلع فيا خو تهبط لي انا سنسور انا بغيت شي تكار يكون يمشي بيا ديريكت يوصلنا حطيه للداخله ومالك يا صاحبي انا باغي لك الخير كار كليماتيزي انت غادي انا ايوا شحال هذا الكليماتيزي اللي كدا 750 درهم عطينا خو شي وريخ الله يرحم والديك الكليما بسم الله اي بسم الله ولا صاحبي ولا 750 درهم الي غوتو باش تمشي و 750 درهم الي غوتو باش ترجع هي بشحال 1500 درهم بلا خدي غادي لفرنسا شوف الله يرحمك الوالد شوف انا بغيت غير باش نمشي اما ديك مشيه بلا رجعه انا غنخلصها على راسي وانت لقيتي بحال غادي لكم شي محل ديال الجدارميه وتولي في مجال ومالك اخويا غتخوش عليا مالك ارا خويا مشيه بلا رجعه صافي اخويا نمره 23 وتكي الكرسي صافي هاكا سيدي خلي الباكاج انا غندي معايا الباكاج خلي الباكاج لا غير الباكاج ديالي ما فيه شي طبيصله شي مهنه ديال الطوس بغيت نعطيهم لواحد العائله غير ترسوا لي غير خليهم يبقاو معايا غنهرسوهم حنا لا انا عارف نسرقوهم حنا ما درتش فيها كونفيونس علاش حنا ما درتش فيها كونفيونس ديما راه خويا ديما راه خويا ها هو سير اخويا ها هو اخويا واعطيني انت ساعه اخويا نمره 23 شكي كرسي يلا 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 كويت التحديه العمره الحج ناري ناري ويلي ويلي ارحم الله وي 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 الحجه غادي الحجه خير ونهار نهاركم مبروك السي معالي الوزير نتمنى الزياره ديالك تخفف على القلب عليكم بركه من هاد الهضره المسوقه ديالك هاد الهضره قولها شي حد ما كيعرفكمش شنو بغى عندي داك المكان السي باش مسكتك توحشني ولا باغي يعرف اخر الاخبار ديالي والله العظيم السي معالي الوزير الا السي الكرواتي خدام على القضيه ديالك بلا ما ما كينعش مسكين وانا شاهد على القضيه اسكت اسكت الحاج كابا انا كنت كنطلبوا من المستحقات ديالي فين كانوا ها كان كينخن ياك دابا من عرفني غادي نفتح الدواسه ديالو كلهم راسل ليا وليد صغير كيطرطي معايا في لي زافير حاشا شتي مع الوزير حاشا نجي نبرز لك نهارك ولا نخسر لك يومك انا راه غير عندي واحد الاقتراح جيت نقوله لك اقتراح قول كيف كتعرف السي معالي الوزير ما على رسول الا البلاغ غادي تعطينا الدواسه وان شاء الله غادي نخرجوك من الحبسه السيمانه والله في ربي ديال الواسع غادي تاخذ في المستحقات ديالك باش نبلتي ياك غادي ناخذ المستحقات ديالي طبعا طبعا اسمع وليدي الله يرضي عليك غتمشي تقول سيدك عمك باللي سيدو معالي الوزير كيتعشى كل ليله في دارو في اي بي وانا اللي كندخل وكنخرج من الحبس ولا بغى الدوسي ديالو خاصو يحط لي الامانه في سويسرا في الكونت ديالي عاد ممكن نهضرو ولا بقى حتى ما دارش هاد الشريف اسرع وقت معالي الوزير غيتقلق وين بقى تتقلق معالي الوزير غادي يهضر فهمتيني يا ولدي غادي نهضر هاد الساروت ولدي هو اللي جمعنا وهو اللي ستر عمك نهار هاد الساروت غادي يحل الكوفر فور ويجب الدواسة ديال عمك غتندموا على ذاك النهار اللي خدمتوا معايا القباط فيه فهمتيني يا ولدي وصل هاد الرسالة لسيدك ياك معنى الرسول الى البلاغ يلا
حاشا نقلق كل شيء حاجه. انا ما سالينا الهضره، خرج عليا من الحبس ديالي. يلا اخويا يلا 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 لالا يلا لالا يلا اصبع اوراقكم لحم الوالدين يلا يلا. اري اختار شكون اللي ما خلصنيش. اسمع محمد. وي خويا. اجا خويا اجا الله يرحم والديك. واخا خويا انا معاك. واجي شفنا هاد المصيبات. مالك اخونا شنو عندك؟ زعما مالي والو كي راه مازال خاصها بلاصتها تكون في الكاب وماشي حدايا انا. خويا واش خلصتي بلاصتك؟ اه انت هي مخلصه بلاصتها. وإلا ما عجبكش الحال هبط الكوفر مولاي بنادم. ارا لالا. انت هي مخلصه بلاصتها؟ ورر ما عنده باكاش. يلا بنيتي كتبي إن الأرض لي وراء المدرسة تصلح أتاتا بتاتا سيدي. يلا غادي نوليو قد تصطل قد القبانة وياك. كتبي داكشي اللي كنقول لك. تصلح بتاتا لمعمل المواد الكيماوية الخطيرة على الأطفال والأمهات خاصة وبه الإعلام. امضاء بلا ما نوسعك. طبيعة الحال سالت النائب. ها هو بنيتي الله يرضي عليك حاولي تصيفط لي هذا الميل اليوم في الليل حيت بالنهار كتكون لا كوليكسيون شويه ثقيله. واخا. كون. تفضل. يلا بنتي يلا يلا سيري الى عملك. واخا سالت النائب هي الاولى. امضاء قول لي شكون هذاك الشفار؟ مون كوميسير صافي الشكوك ديالنا تاكدات. خالد لاسيستون ديال النائب البرلماني شافوه حتى مشى لعند الوزير ومني خرج من عند الوزير رجع لعند النائب البرلماني. يعني دابا ما علينا غير نشوفوا مع النيابه العامه تعطينا الامر باش نشدوهم. مزيان انت متاكد من هذا الشيء؟ 200% مون كوميسير. راه شفتك الرابور؟ شطر. شكرا. يلا 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 غدا نسى خيري. كل ما انا والنقابة الحرة لصناع الأسنان التقليديين ما عمرو يتوزر. الله شاهد عليا تكرفصت بجيتو. اش بغى يكون في ملك الله؟ اش بغى يكون؟ ياك كان كيبيع غير هندي نهار سلم عليا ثلاث ايام وانا نحيد في الشوك جدمني ودابا نسى خيري. نكر الخير نكر الخير خالو وما يستاهلش. عليا باليمين وباليسار وباش كيحلفوا أحزاب المعارضة. يلا دوزت عليه. ما دوزاش اخي. هذه مناسبه كيف قلت لك هذه 4 سنين وانا خدام معك ما تخلصش حتى شي شهر. هذه مناسبه فين غنعبر لك اليوم على الفرحه ديالي اللي غتسمع. انا فرحان بزاف اوليدي اللي عرفتي باللي هذاك الكرطيط ولد الحرام. ايه ولد الحرام. برك في داري كلا ما كلتي نعس في فراشي حوايجي نقصهم ولبسهم ما قلنا والو. ما كيسوى ما كيصلح وليدي. وانسى هاد الشيء كله جايبه غير الفلوس. كيف قلت لك اخالي راه ولد حرام وما يستاهلش. وهذه راه مناسبه باش تخلصني في داك الشيء. المناسبه هي اللي جبتي لي الساروت. والخلصه ديالك غتكون مضوبله على نوبتين وفرحتك غتكون فرحتين. بالحق عندي لك طلب واحد. انا هو نعمسي. الساروت قبل الانتخابات. واخا نعمسي. دم تفري عيط الله. عندي واحد اجتماع خصني نمشي ليه. هادشي ما كافيش خصنا دلائل واضحة عاد نحسمو في الأمر. مجرد فرضيات هادشي لا. لكن مو كوميسير راه شهور هادي وأنا متبع هاد لافير. وهادي هي الوجيبة باش نسدو هاد الدوسي. اسمع شنو نقول لك. انت باقي جديد معنا في هذا السيرفيس وحنا دي بروفيسيونيل. اللي كيوجب عليك وهو تصبر 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 ما تزربش. راك الا مشيتي تزربتي غادي تضرب لنا كلشي في الزيرو. انسى ما
اعطيني ان سمان ونجيب لك لي بروف بين يديك. عندك لا كارت بلونش بالحق الله يخليك ما ديرش داكشي عندنا هنا. كون هاني يا مون كوميسار انا غادي ندير فيها ديتكتيف بريفي. الله يعاونك. احتراماتي مون كوميسار. الو اسمع اسمع عندك النخ هذا ولد خالتك. لا ماشي اللي كيبيع الحشيش هذا ولد خالتك اللي قاري السياسي. كيفاش بحال بحال؟ لا راه ماشي بحال بحال. لا شوف دابا ما عندنا تهضر مع عندنا ما نديرو بها دابا غادي تقضي لي واحد القضيه واحد لافير وغادي نخلصك اسبيس اش قلتي انا عارف كتموت على الفلوس صافي هادي فهمتيها ياك. واسمع غادي تجمع عليا شي ربعه عندك صحابك اللي كتعرف وغاتديهم لي العكاشه غادي نقول لك السيد اللي غتمشي وغادي تاخذ له الساروت معلقو في عنقه صافي هو كاين في عكاشه السارو لا ماشي السارو كاين في عكاشه هو السارو كاين في عنقه وهو كاين في عكاشه صافي شوف لا لا شوف خلي العكاشه وخلي الساروت غادي نتلاقاو انا وياك دابا واحد شويه غادي نتلاقاو في القهوه ديال سبرديلا عرفتيها عرفتي قهوه هو ما كاينش في قهوه سبرديلا الساروت كاين في الحبس انا انا وياك انا ننسى داك الشيء اللي قلت لك ننسى الساروت انا وياك غنتلاقاو في قهوه سبرديلا صافي غنتلاقاو في قهوه سبرديلا وياك يا صافي غنتلاقاو ونشرح لك كلشي صافي الحرام الحرام شتريك انا اللي حيط له الو السلام عليكم السي كورساكوف كتفلى عليا حسنا نضحك عليك شوف الله يخليك انا غدا ان شاء الله غتلقاني في اول طياره جايه للداخله راه جايب لك واحد الساروت اللي غيحل لك المشكل ديالك والمشكل ديالي مشاكلك ماشي شي مشكل كبير كيسوى واحد 500 دولار 500 ألف دولار اول مره كنسمع ساروت صغيره 500 ألف دولار خليل لا 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 سي كورساكوف حاشا نطفل عليك ولا شي حاجه غير هو خاصك تعرف بلي هاد الساروت راه سد على واحد الكفر هذاك الكفر راه فيه شي وثائق مهمه ومهمه بزاف هي اللي غتقد تعاوننا باش نقدروا نديروا داك المشروع ديال لوزين خالد غتجيب الساروت يكون خير مفهوم واخا سي كورساكوف الله يهنيك تفاعل نجتا سير لمينا جبت لي امانه جبتها طلع طلع تنتا طلع طمع الدنيا بيليا كحب شد كتموت خمس الدنيا شد غلط خاصة 20 درهم حسبتيهم الله يسامح شتي كتسمع؟ لا 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 مشيتش بعيد بعد الحديد ديال برا مشيت دابا برا الزواكه رخيصه لا لا رب ما 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 تعصبش شتي لا شي ما تخاف لا 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 تخلعش دابا صلى لا لا من الزواكه يا غوتات هذه ديال برا ماشي ديال الميريكان كنخاف هذه شكون هذا؟ شكون هذا؟ شكون كيكون؟ شكون ما يكون؟ شكون؟ لوزير الوزير ولا الوزير ما تخلقش صن دابا الساروت السلسله هي السلسله في عنق الوزير وعنق الوزير في الوزير والوزير خصك ما نخليهش الا خليته غنخلي السلسله ونخلي الساروت جبتهم دابا بجوج نردو ولا نخليه انا غنردو كاع شوف شوف ما تعصبش فيك ما شافك ولد حرام شافني حيد يديك الرجوله انا محترف انايا درت الماسك الحمد لله هكاك الحمد لله هكا ما ديش الله الله يا رب الله هنا اش خطوه يدير هاتي شنو غادي دير شتش الماسك ماسك هويلي ها هويلي ما عجبكش وجه سعادة النائب هذا شنو هو علاش درتيه نائب
زدتي فضحتي يا ولد الحرام. ما تطلقوش نقول لك لا تلا خذ شكون خذ شوف ندير ماسك ولا ندير الوزير تلقوا حتى نقول لك شكون غندير ماسك ولا الوزير ما تلقوا حتى نقول لك راه دويت معاك سير الله عمرك سير بخير اخويا باش خطوه ليا حياتي كامله وانا كنتفرج في افلام امريكان مع عمر البطل كان كيعطي شي حاجه حتى كياخد الفلوس كتعرفني مزيان السالو ديالك كاين وموجود ساعد عليك مستعيب الله كباري من ودي وايس هاد الليله ما تنساش ساروت ما تنساش الفلوس وي كيفاش مطار داخله وي طوموبيل ديال ساتهم يا واسمع اسمع كاع لي فوتو ديال الكاميرات ديال السيرفيونس غادي تجمعهم وتصيفطهم ليا دابا انا كنتسنى اطلع صاحبي اطلع فين مشى الطاكسي كريتو كيفاش كريتي اطلع الحمق هذا قلت لك سمعني حسين سولت شافر الطاكسي في الطاكسي ما كان غير حسيت لا انت لا انا سكتنا اش كتخربق اش كترون شفت شي كنت نهضر مشات الصداع كنسمع في الكوفر اش ما وقع كاع في هذا الكوفر اش ما وقع اش كان داك فيكو شيفور شيفور درتي شي شوفور الطاكسي في الطاكسي واخا واش ما تخرج عليها واش باغي تخرج عليا ولا شنو؟ يا رب الله ما تعصبش ما تخرجش عليا باش تقول الوالدين ما تعصبش شوف علاش تلوج براسك علاش تلوج براسك الله يحميك الله يحميك السلام عليكم وعليكم السلام شنو قالت البيع؟ عطيني شي وحيد اخويا شحال قلت لك؟ 41 لا دي صغيرة راه بصح شوف دلوقتي ما كاينش شي وحده صغار منها لا ديالك هنا 40 درهم وانا ارجو الله يعاونك وصل الشيء كله يدخل يلول
كباري الميليو دي موايز خلق المفاجأة وجاب لكم صوت من أروع الأصوات ولأول ظهور لها في الجنوب جاءت من مدينة الصويرة وتحت تصفيقاتكم رحبوا معايا بالفنانة شابة سعيدة. مسكينا مسيفطرين مسخرانين ديك ليها والسلام عليكم. مسخر لامي قديمه امي ماتت. لا لا ما تهضرش غير ديك امك اللي ماتت كنهضر معاك على واحد امك اعظم خلق الله اللي ولداتك. دابا عاد فهمت ما كنعرفهاش ولكن هي كتعرفك. شوفي الله يرحمك والديك ما كتعرفهاش ما كتعرفك شغلك هذا. انا نديك اختي ولاقشي مع اللي بغيتي. المهم انا خرجيني من هاد المدينه انا ناضخ. شو كيتبهدل شو شو الحال واش انا بحال هكا ديالنا؟ قول ليها قالت لك تعطلتي. امك راه مرضها تكون ساهره مسكينه تقدر تموت. فاروق قيسها ها هي قدامي تبارك الله كي زيانت وكبرت هاك. لاباس الحمد لله. سعد ولا خلي نسرى المسرى كيضربوا مع بعضياتهم. هذا بنادم كيضرب بالجناوى وفي الاخر كيتسالموا بحال ما كان والو. راه ما كيدخل ما بين اللحم والتفر غير وسخ. عمرك تسمعي هضرة بنادم هاك؟ اخويا تبارك تبارك نمشي. واش انت مريض ولا مالك؟ السلام عليكم وعليكم السلام. امك مريضة فيها الكونسير. يلا نمشيو. مالك اخويا زربتي عليا؟ واش كتفرج في المسلسلات المكسيكيه ولا مالك؟ سير اخويا بعد مني وغنمشي انا وياك اختي. الله يرحمك الوالدين. انا راه حلفت لا تنديك ولا مات ندي الذنوب ولا تجي مسامحة معاها. مرحبا تفضل. ساروت شفتكم بحال زربانين شوية فلوس.
واحد السيد راه كيتسني على بري الوقت شي حاجه راه يقضي عليه البوليس. مزيان اش وجع عباد الله بدا يقول لك مسخوت تمك راه ملي تموت والله الا غتندمي وصافي دراك عليا زلاف تقني بد الحوايج تمك جا الاقل لقيتي امك انا مشي كن خمس سنين انا عمري ما شفت امي لم لم واش كاين شي حد يقول لامو ما نجيش اللي كتردعك ويلي كتكسيك ويلي كتطبطب عليك وكتقول لك ناسي غادي تمشي تسامحي معاها وغادي تعيشي مزيان ما رضعتش في الصغرى اش وقع انت كبرتي اش وقع لك متي امك مسكينه مرا ظريفه والله الا امك ما غتقطع الفجر تتبقى فيا ملي كنكون جاي انا بالخدمه وكتولي هي مسكينه غادي للجامع مع الفجر كتقول سميتك سعيده سعيده امك راه هي اللي غناو على ستي الحبايب يا حبيبه ولكن ما كاين مشكل يخلصني الله يلا فين يلا سيري شوفي يا سيدة تكلم عليا سيري قولي السيدة راه مازال كنتسناك ما تقوليش هي هادي هادي ما كنت مسختي فين هو لي هونش سعيدة بلاتي بلاتي من السيكارت سعيدة اش درنا ها اش غنمشيو عند امك ولا شنو ما جاوبتينيش شنو باقي مقصدي ديالك. انت كتشوفينا باقيين على الله. اش غدير؟ غندير لك مزيان. شتي بشوكه. الله يرحمك الوالدين كاين شي ديال الطباس واحد البيره غتكون حسن. اش غدير؟ غنجيب لك جوج. والله يخلف عليك اختي بارك الله فيك. الله يرحم والديك. دراري خينا دابا يلقاو بعض الاخر. كنقولي بعد مني راسك راه حنا عندنا اسبوعي فاتكوك. ايوا انت كتجي والله. انا شو شربتها فابور وراك شربت والله ما قربتي البرا نخلصها السبب ديالك تسالي ما تسالك بعد الشلاه بيا غيتحرك فيكم شي حد غنفرق عليه الراس ديالو راه داك السالو راه داك السالو شكون هادشي خدامه شي معنا في الكبار اش رجع رجع جلس 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 خلاص دي دراك اجي هنا فين غادي رجع هنا عرفت الشنطه لا هادي فاش حويجات ديالي شي سليبات غنمشي نصبر ونرجع اطلق الشنطه انا اطلق 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 اجي انت بريتك خرج جيب لي واحد الصباح ديري الله يعرف الله كي غنديرو نحيدو هادشي سير تكون سكتنا ديري هاي تحت الدراري اش اخويا شو اش اخويا 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 اش
نرود الناس وعندي المعرف ومعرفي واعرين والله ما تفك معكم بالله جري حلوه انا جاي عندك باش نديك عند امك تقول لي ما انا كنتعلم عليك انا انت هي اللي دير لي خويا الله يحفظك دير لنا محطه لا ما مساليش دينا خويا غنعطوك اللي بغيتي ادينا واش السمكه ديك ما مساليش دوبي دوبي ها ما تردوك الصوات لا 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 انت كامل ديال هادشي خير في المساعده شوف اختي كاين داك الدوزيام راه خاسر برك على الامبرياج مزيان الله يديك على خير يلا جي دغيا واطلع مني يا بنادم اطلع مني شنتك اطلع 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 واخا اطلع شنو هاد الريحة فيك؟ شكون دخيتي اللي دات لي فلوسي؟ ماشي مشكل غنعيطو للطاكسي اللي حطو ونعرفو فين كاينة كيفاش؟ مول الطاكسي؟ مول الطاكسي راه في الكفر اش كدير انت هنا؟ شنو دير حالي؟ ما تقولش داك خيتي داتنا الطاكسي ديالنا مدينة صغيرة غنلقاهم شوف حنا شركة في هاد لافير السوارت والفلوس طردهم المهم عندي الساروت ما نعاودوش معاك الهضره رجع اللي بغيتي المهم عندنا هو الساروت شافوني مافيا الكابوني اسكت عيب الله من تسلطت عليا اسكت واش شافوني مافيا الكابوني كي غندير عرفتي مشات شي شدونا نو كيقطعوا لنا صباعنا ما يقطعوا لنا صباعنا يديروا فيهم بورتكريات وعطوهم اللوبوس وما الكتر على عليا شتي دوك المافيا راه ما عندهم كاسر في هادشي راه ما يقدروش ديك لاريو هما براسهم راه خايفين من البوليس شوفي انت واحد الخاتيش باش كدير انت اش كدير انت في حياتك وهاد الباليزاش في حياتي لا صدق فيها شي حاجه دوني شتي انتي امك خاصها تقضي معاك الصباح والعشية وسد هذيك المريضة خاي شوفي ولا تاخدي انتي 60% وانا تعطيني 40% ولا بلاش كاع تاخذي انت 70% وانا غادي ناخذ غير 30% لك و 30% ليا و 70% لك انت بوحدك شتي تسكت وما نسمعكش ودرتي ليا الضجيج في دماغي كتسمع كنسمع 70% ليك و 30% ليا يلا كوسو الطاكسي ولا كرويله مالي انا كنت كنتخير فيهم ارا تلقى ديك المريضه لا لا نحن بقى خلي عندي انا تبقى عندي تبقى في الامان انا ملي كتبقى عندي راه كتلقى المريضه راه في امان الا بقات عندي انا وراه كتبقى في امان الا بقات عندي شتي انت باين ليا ما كتفهمش بزاف تلقى ديك المريضه في فندق اجي فين غادي هادشي اللي كاين هنا في الكابو وحنا مالنا دابا غيكون غير شي موتيف بحالك زيد تقعد لا 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 راح مغيزك لا 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 شاش غنديرو غنهزوهم هنا في الطاكسي نديرو اكبر ترعى اللوح وندفنو ونهربو حنا لا لا بقى هذا راه جنايات منيتك واش انت كتفكر بالدماغ عندك شي مخ هنا واش هادوك دفار ولا جناوه جناوه عرفتي اول حاجه غيقلبوا عليها البشر المافيا هي الطاكسي وما نعاود لكش الا لقاوك وغتشوف ديك الساعات الجناوه شنو هي ولا مال انا اش درت لهم ولا هاد المافيا اش درت لي انا كاع الا غتجيب لي الساروت غنخلصك بالدوبل الدوبل اش مدوبل بلاتي شكون هذا شكون شريكو ولد عمو في الرضاعه قول لي اش مدوبل هنينا اسكت سكتنا صافي هذا راه والو الا عندك انا هو العقل ديالو انا هو الدينامو كون ما كنت انا ما كل لا تخبط علينا سكتني راني ساكت خالد عافاك حيد عليا هادشي حيد هي الاولى عمرك ولا عمرك شنو قرب هذاك الدوبل شحال فيه 100 ريال شوف شوف ما ديرش فيه حلاقه ما تعصبش الدوبل يعطيهم لي كوعيني هنا صافي ما تعصبش زيد في حالك زيد
أقول لنا في الغد أبشر رحنا لابسين غصر نضلق ولنا في الغد تي عرفتش غدير أنا وليك غنتفوق باش ما تلقاونا شي رجال ديال كوساكوف واش قلنا نديرو غادي رجال ديال الكربة تشوف ماني معاهم وكو ساكوف هذاك المافيا اللي خلينا في لوطيل وتاد مافيا اللي خلينا في لوطيل فارق ما بغيتش نفارقك انا هذاك بقى داك الطبيب فيرك عارف غلت انت شاف ضربك بالفردي بحال بغى يقتلك انا اش بينو بينهم انا سكت وهضر بشويه عاد اش غدير سير خويا ريحت نجيب لك الوقت اللي عندك غير انا ديك الباليزه طلق الباليزه هنا انت ملي شتيها وانت تذكر من عليها طلق الباليزه تا عطاني انا كونفيونس شتي واش سير ريح تفرق مني تفرق مني تتعلق قرضك اخويا وتسالي قرضك لو تقولي تفرق مني تفرق مني واش انا لاقي منك كل شيء باش تعرف تاكل انا اخويا ما بالك كاع فين تقعد لا عاد تير لو هذيك ولا ما بالونيش وصافي بالك على انا هنا واش انت عندنا قرضك اخويا صافي يا وليدي سعدان صافي الا ما عنده هو العقل يكون عندك انت صافي صافي ابو حنيني صافي 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 هي ألف بجوج حل مع المشكل أجي نتي لهنا أري السيروت سعيدة ما عنديش مشكل بفلوس عطيني السيروت حل البريزة عطيني السيروت بريزة أجلا سيروت قالوا لي الخط لا ما عندكش تركبت على الفلوس وكل خدامه كتفرقي في النعمه على عباد الله والناس كتصفق هلا عندنا العرس ولا كنموت بالسم وقت كنكر بزاف اش غنديروا دابا
شتي انت غاتمشي تجيب لي السهله ولا جات السهله واش ما كتفهمش وباش ياكل القرد ديال حليه السهره وطيله تبعنا القرد ديال الحصار وبقينا هنا اش غدير وانت سد فمك ها العار انا غنمشي نجيب السهله وسير اخويا ديال لي صاف ورينا واش ندير ودير ما عندك تنعطيك حتى انا ملي غندير عندي عاد تقبلك تجيب برجوازيه خدامه كتروحي بالفلوس انا راجل الحوايج كيقلقوني انا نبغي نشوف الفلوس كيتحركوا ما كاينش مشكل ولا كتفرقوا مع العباد لا نقدر نتسطى والله حتى بزاف راه خويا داك القرد غير لي القرد انسي بورطابل مي فري حيد حيد وبزاف هادشي سي محمد السلام عليكم السلام الله الرحمن الرحيم كنذكروا الا باغي نعمرها باش ديمار اش غندير فيها شي حاجه رخيصه عندكم كلشي مزيان المازوت هو رخيص مازوت رخيص انا خويا ديرنا واحد 30 درهم ديال المازوت وكثر شويه فهمتي والراجل في هذه القضيه صافي واخا سيدي كون هاني جيبها لي انا لا لا غير دهنت حتى انا من ضرني ضهري فيها سيرو كيف واخا عندي السكر ما كنقدرش السكر غير انا ما عرفتش الطوموبيله كانت ديماري لي صوص درت انا المازوت حيت رخيص كوليت لا لا عمرك ما قلتيها لي ولكن غير بسم الله على كلشي كيتعوض اسعيد لا 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 غتفرق عليك راه مشيت حتى تشليتي والله الا بريتي بسم الله عليك اخيتي خلي فيمك وحالك بسم الله عليك شتك النهار الاول الا المؤمنين اذا اصابتهم مصيبه قالوا حسبي الله ونعم الوكيل يا رب الشفاء يا رب تهندك في وسخك لكن بقي بحالك شتي انت ما تهبط اخويا تمشى على رجليك شويه هذا جديع او وعاود شويه عليك غادا مسخره القيد شتي انت انت ما سمعكش بغيتيش نسمعك غتصد فمك تي غدير لي الشلال تي غندير لك الشلال انا درت لك الرقيه وطلعتي مزيان انت مزيان من الاول سير اختي مدام سعيده مدام سعيده نعم كات كات عندك الزهر اول مره كبيره زينه في حياتك ياك انا قلت لك الله راه كيسد باب حتى كيفتح ابواب خلي شوف واش كاين السيروت ودوي شويه يكون مول على التحت وتولي ديرها في الضحك واش كاين الكونتاكت على باشا كاين الكونتاكت اجي يا بالله شوف قورايا خلص خلاص السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله يخليك ما باش لك واحد الزرق مع واحد السيد مع واحد القرد تاو كاينين كتعرفهم ماشي شي لا تعرفهم بزاف انت كتعرفهم لا بالك خليك تعرفهم انت اللي كتعرفهم لا 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 انت اللي بجوجكم شوف الشريف جيتوا هنا باش تفلاو عليا هذوك الناس راه خلاو لي الخطيه هنايا وزادوا في حالاتهم والله لا تفكيت معاكم تتخلصوا الله يخليك هذا راه اهانه منظمه البحث على المجتمع به المجتمع به شوف الشريف والله لا تفكيت تناخذ البلان ديال المازوت والسندويش ديال القرد اللي تلاه في ليا طموح
باغي عاوتاني؟ الو شاف كحلت الدوري الطوموبيل. لا لا شفاره شفاره ماشي حنا شفاره واحد اخرين. واخا واخا صافي 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 صافي. لا 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 مشات ديال الطوموبيل عيب الله مشات ديال الطوموبيل عيب الله مشات ديال الطوموبيل عيب الله. مليان هاد الناس اللي هنا ماشي هما اللي كانوا في الجماعه الاخرى؟ لا لا غير كتب على خاطري. ميسي انا جيت انا جيت باش نقول لكم راه نتوما هما المستقبل ماشي شي حد اخر. انا رانا ما نسيتش الوصيه والطلب ديالكم. غادي نريب لكم هاد الوزير القديم لان زمان البرامل انتهى. غادي نبني لكم كذلك عمارات وغادي نحاربوا مدن التسطيح. وعداك شي متنافس يقول لكم رانا حقا ماشي جيت للسياسه من الخلا ابدا. انا سياسي عن جدار 160 انت شلت انت اخويا تقرب ما نمشي انا في السريج. واش انت ما كتفهمش الدارجه غنبقى غير مع بشي لغه اخرى؟ قلت لك 1000 مليار اخرى باش يلوح ليا الساروت الفلو موكا. اش غدير؟ راه خويا جي سوق انا غادي نعطيه لي غير اجي سوق. انا بنا نسوق وانا بنا غادي غلبنا حنا قرض 16 العام ديال الحبس غتصرف مستاهله وغتلوح لينا موكا. مال ريح الارض هما تغطريه على الله. او علاش ما تلوحش خاص الساروت؟ علاش؟ انا فق عندنا اللعيبه بغاو يوحشوا لنا حنا بالهضره. اليوم غادي تلوح موكا راك شرب غادي تشرب راك تحرك داك الشعر شرب والقرض سخفني سخفني نشفني. شربتها كلشي. وقفي لينا وقفي لينا. علاش اخويا غنوقف؟ علاش؟ واش انا كل دقيقه غنبقى نوقف؟ وقفي لينا طبت طابو ليا مصاصتي عاشوف كيف دير يا ودي. هو دابا هاد المصيبه فينا هو؟ اش درت عباد الله؟ اش درت انا باش تلاقيت مع الو با الحاج لاباس عليك؟ معك سعيده. ويلي علاش تكون سعيده؟ سعيده كانت خدامه عندكم في لوزين. كي داير لاباس عليك؟ واحد المدام ايه كيفتيها؟
ناري المهم سخرتها عليا. لا لا سنين وايلا حاجه واش تبقي عاقل ولا لا لا ولا مشى هذاك الشيء وايلا فين القرض؟ اجي لهنا اجي لهنا اجي لهنا شتي هاد الشيء؟ ها حتى غتكون عندك 50-50 انا تكيف يا سلام الله ما كنطفيش. شوف من هاد الشيء كله داك الشيء حتى نهضروا عليه من بعد. شوف جايبه لك واحد لافير والله ما تسني حلو فوق اول حاجه الا شتي واخا داك الشيء درتو معايا نهار لوزين انت اول واحد فكرت فيه. صافي اول حاجه شوف تجيب با عمره كلها كونتربون انا فلوسي نبغيهم كاش. شوف انا اي حاجه كاينه 50-50 داك الشيء اللي كاين تما كله 50-50 لا بوحدي اول حاجه ولا عليك. يلا صلى في راسك. شكرا بزاف. يلا بالسلامه عليك. يوم الليله فياقه طاسة تيطلع الفجر. هادي بالضبط. سعيدة وتصر هاد القرضة واش تي شكون غيدير ليك راه غيشوي لي روتي بحال الباخة صر وتحرك وراه انت اللي غتشويني وانت اللي كنتي غتشوينا بنادم عرفتي اش غدير هذا خويا داك القرض ملي انا على تصداع الراس كله تيطلع انت هنا مالا خويا انا غير تشوي مغطي وحيد السكوا سير اخويا بالطريق وحنا غنمشيو للطريق درتها لي بالطريق وخلي لي غير القرض سوسو عرفت اخويا تمشي على رجلك زيد ها 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 زيد دخل ستي كما تقول هما اللي خطفوني واش كتعرف ما تسمع كتكلم ولا لا ما جو سوي مينيستر جو سوي مينيستر واش عندكم شي اجتماع مغلق هنا ولا شنو شفت البشر كثير هنا خونا هذا كيفاش نصبر واش كتعرف راسك معهم كتكلم ولا لا؟ اللي كيغاف من القلده تقليد. وليني انا راني وزير. وهذا الحكومه. شكون انت هذا؟ انا اللي كندوز عام ديال القباحه 10 سنين ديال الراحه كيخدموا عليا الباش ديا بحالك. في غد انا اللي غنقول لك سير ولا اجي ولا برك ولا وقف. هنا غتفيق مع 5 الصباح غتسيب لنا الفطور. دير الميناج غتجفف غتصيق غدير كل شيء. تفاهمنا؟ لا انا انا ربما كنفهمش هادشي اللي كتقول لا ما تخافش كاينين الاساتذه اللي غيعلموك هادشي ما تخافش غارديان الله يخليك جيب لي شي تليفون بغيت نتكلم مع شي مسؤول شوف ما شافش الشغل ديالك ما لقاش عندكم شي فراكه معالي الوزير اش خباركم ها المرة اشنو كتسحب عند راسك دابا انت مطور دابا ياك ها اسلتي واحد من الرجال ديالك خطفني وانا رجع في طريق الحبس داز الكونترول ما لقاونيش جرو على المدير وداروا المدير جديد لحني مع هاد الحبسيه هادو لا اسمع لي انت دابا اسمع لي غادي تخرجني من هاد الحبس هذا وغترد لي الساروت ديالي ولا الفضيح ديال كل غدا طاف الجورنالات في المغرب وفي الخارج قلت لك بعدي ما نسمع منك غدا بغي نخرج مسيو لو مينيستر ستر ما ستر الله غادي نلقاو شي حل ان شاء الله توقع على خير سعادة الوزير نسيبي بالمناسبة كيسلم عليكم نسيبي وغادي يتهلا فيكم ان شاء الله هذاك خالد كان في السند ينزل كان في الهند يطلع انا ما مساليش نقلب عليه انا مشغول غدا كاين الجمعه
غادي نصلي مع سعادة الوالي وحدا سعادة العمل. ناوي ان شاء الله نبدا الحملة الانتخابية من المسجد، غادي يكونوا الناس مخشعين، غادي يتيقوا فيا. الحمد لله. يلا ما نعاودش نتصل بك مرة اخرى. اجي دير لي الميساج. ايه واش انا عجينه غتصوب لي الخبز ولا ما عرفتش انا منين جاني هذا النحس من نهار شتك وهو تعرفني وطي سيري دوي على راسك وشوف يدي اللي خدامه كتشطحي بار طالعه مخطيه نازله مخطيه ترخص فيك توصي بويا عمر مانا بزاف عليك انت برب بحلوفي يعني شفت ديك الصخبه العاقه ديك المنحوسه اللي دايرها وتر التيفك سخط الوالدين ديال امك وديال عائلتك وراه تبك وراك انت كتضربي بالصويطه سخطات الوالدين دبنا شوفي وحطو فين شاعر ولكن اللي دخلنا تما خصك تسكتي غيمشي انا الراجل خليني نسوقك انا الراجل كمل كيف بين عليك كتكميغ الغولة اللهم فولو بغت وصلت لعد المدام ديالك الدار الحمد لله وخاكو بقين عندنا المعارف وبقين الناس كيديروا بحسابنا حيث انا وزير تستطلب شي جوج نطرات وليتي وزير اما الى كملتي جوار اش غتولي انا عادتك ما عرفتي ليش انا هو الوزير اللي شدو على الفساد الاداري واستغلال نفوذ السلطة هو داك الوزير اللي ميخل كل شيء ودا كل شيء وشي لبرا شي خرمزو هنا مجرم مع راسك عندكم الصهد انا شويه بغيتي لاكليم ما كرهتش العشران لاكليم حرك حرك اوكي انا ما قلت والو قالو طي اللي قالها للرجال فقط واش انا بنت لك مرا انا راه بمية راجل شوفي شوف واحد غادي نقول لك انا ولد الناس انا كان باغي ندخل باغي الناس باغي نتبوكس دوما باغي نضربها بشي دوتشه تكون معتبره لا تي لا هاد القرض ما تهم رجال يبات معاك وغدا ان شاء الله نتشوفو اوروفوار سي 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 راه بان لي واحد النشر سير اجي لهنا نشر اجي نقول لك سعيدة وسير صاحبي قلنا لك سير صاحبي سير دخل غنخلط عليك حليمة 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 بسم الله الرحمن الرحيم حليمة منين عيطت لك جوي بسم الله الرحمن الرحيم بنت لك ميرة واقفة قدامك يجي بعد انت فين هاد التعطيلة ها يا كان البارح وصيتك على الحلوى يلا دفرتها ديال شوشو راني ما نسيتش الحلوى ديال الكلب ديالك راه ما نقولكش اش داز عليا اليوم مع داك ولد اختك نهار الاول يا حليمه قلت لك ما حملتوش ما سرطاتو لياش المعده وانت عوض تجري عليه جريتي ليا الكاتبات وخليتيه كيصول ويجول في ملكاتي ها هو كلشي غادي يريبوا ليا ايوا السي الحاج راه خاصك تخلصو يا حليمه الله يهديك رانا ناوي نخلصو الله شاهد عليا تاني انا هو واكل شارب ناعس اش بغى يقدد ديرو كي ولدي وانا ماشي ساهل وبباك صاحبي باش انا واصل هاي الثروه ديالي كلها والغنيمه والرزق اللي جنيت من شبابي حتى لدابا غادي يصيفطوا لي ولد اختك هباء منثورا عاود لي هادشي كامل اللي قلتي الثروه ديالي غيخرج ليها ولد اختك حكي لي على بالعروبي الاخر عروبي وافتخر تسرع اسمع شتي كون ما كنتش انا اللي دخلت عليك بقصتي وجوادي عاوتاني جوادك اه جوادي هما اللي وقفوا معاك كور ما عندك حتى حاجه ويلا نسيتي الحاج رانا نفكرك حاشا ما عاد الله واش غادي ننسى خيرك وفضلك عليا اللي غنقول لك دابا انا غادي نمشي نعس انا عيان وفكيها يا من وحلتها وعليا باليمين وباليسار وباش كيحلفوا احزاب المعارضه يوم بل البعلوك تاع ولد اختك الليله يا قرض لبقى على وجه الارض
رايكم؟ السلام ورحمة الله. لاباس عليك. مرحبا سيدي. شي مسخاوي؟ الله يهديو، حنا على شحال لين. مرحبا. حنا عندنا الشومبر هنا العادية كتبدا ب 150. مزيان 150 درهم. حنا هادشي كنخمو الجو عباد الله. وعندنا إلا بغيتي في أي بي، شي حاجة سويت رويال. إلا بغيتي تفرح براسك. وشحال كيدير هاد السويت رويال؟ 150 درهم. 150 واش دخل معك باغا تزكد هاد الفرصة؟ الآن أنا عندي واحد بتي مشكل صغير. أنا راه توصلني واحد 40000 ريال. غادي نسبط لي واحد ولد خالين راه دعنا وياه غادي نسبط لي من الدار البيضاء غير نشدها غنعطيها لك انت تبرع بها كيما بغيتي. شي واحد انت لقيتي الحل بارك الله. انت كدق وكتقول شكون ياك انت دابا غتعطيني انا 150 درهم تعطيها لي دابا وغدا ملي صيفط لك ولد خالتك غتعطيني ما تبقى كاين ولا لا؟ بغيت نسولك واش انت عاير بوحدك هاد الشومبر بوحدك؟ لا انا عندي العائله ديالي، انا عندي العائله كاع متشرخه في الاسمي تشوف. مرحبا 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 مرحبا. يا هذا ولد اختي سفيان، هذا سفيان هذا ولد خويا. مرحبا. وهذا القرطات، هذا القرطات مربي بحال ولدي القرطات. قول لي بغيت نسولك، انا نقدر ندير معك واحد الحل. ما هو؟ انا نعطيك لا شومبر ياك تيجي ولد خالتك نص نهار عطيني هذا القرط. انا قال لي فقيه الا بغيتي الرواج ولي هنا في لوطيل ولي نقطيع اكثر من الواقف فوسخ بغي نفوسخ بين لوطيل. صافي صافي ان شاء الله غادي نعطيك نص نهار. نص نهار غادي تشد تبقى تدور بها لوطيل كامل تيفوسخ. نص نهار نص نهار نص نهار نص نهار. قلت له ما تخرجوش دابا باش عاطفي شكون اللي قال لكم خرج. وقف صافي. هنا هنا سويت الريال سويت الريال صح؟ لا شوف هلا انا ما قلت لك ما عنديش مع سرق سيد. لا يا ودي قلتها لي انا كنت كنخافوا بسرق سيد. لا تجي سرق سيد سير مع راسك سير. هاتوما هادشي كلشي باش تباتو نتوما هنا تاكل ليا هادشي هدا هدا خريه من ولينا نركزو هدا فين كاع دوز التليفون ليا علاش؟ ها؟ راك الحلمة معاش اللعب سامعات؟ صافي اسكت صافي كتغوت انت غير اسكت. شتي كتسمع؟ ها؟ شتي في البلا؟ والو مش والو. عطيتي شي حد عاوتاني في كوفر؟ كيفاش لا؟ واش عطيتي شي حد عاوتاني في كوفر؟ ها؟ غير شوية غير شوية؟ واش كتسطع عليا؟ واش غتقتلني؟ ويا غتفقصني؟ واش غتخرج عليا؟ كتعرف من شر ما خلق هذا جهنم الكحل هذا اللي غادي يتحرك. شوف أبي طاف البني. شوف ديك لافير كل اللي كنتو كتهضروا عليها سمعتها عندكم وحده من جوج ميمي 50-50 النص بالنص ولا بربي اقرب بريغاد ديال الجدارمين وقفكم عندها. لا 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 شد انا خويا بريغاد. مرحبا اللي سحبها هي اللي تكون. ويلي ويلي لا بالطاف زوينة الدري غزال. والدي يا وحبابي ما سخاوبي بحر الغيوان ما دخلت وبالعين تك 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 دن تك تك دن تك 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 دن تك تك دن تك تك دن تك دن تك دن تك دن تك دن تك دن دن تك دن دن تك 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 عطيك غير شويه تتزرب شي عندنا خلينا نمشيو غندوشو ونتنقاو بس يكون بروبر. اجي لهنا هنا هذا النجون نشوف مادموزيل اش بغات وين مادموزيل. سير جيب لي واحد الموسك. ليش؟ ليش؟ نخرج الساروت باغي تذبحي انت القرط حي. غنتسنى حتى يموت على خاطر دابا اللي مزيان هو حنا نتفاهم. فين؟ شتك غادي ندرم؟ كيفاش ندرم؟ نبقاو في هاد الخلا ديما الطوموبيل مشوحة. شوف ديما الطوموبيل خلا الكباط طلق طلق تطلع طلع بالسواس تحرك دريك في المرقة غتبقى تسناني حتى نقول لك طلع عليك غتطلع ياك. حنا طالعين
خلا البرد الظلمة طريزو ما كاينش اش غنديرو دابا قيتها شعلوا العافية شعلوا العافية شعلوا العافية انت شعل العافية شعل شعل امي العافية شعل انت تخاف من الحناش انا فراس من الحناش سلامي من محزم شعل العافية راه هذيك يخافوا من الحناش واش على هو انا غادي نمشي ندير مسح طوبوغرافي غندير لونكيت شوف كيفاش نديرو تنخرجوا من الخلل اللي حنا فيه شعل العافية واش هو هناش وانا خليني نشوف الدخين هذا شنو في دماغه سي حسن واحد خليك الله يخليك اطلق راس كنت عم نسولك على داك الطفوغرافي شنو كتخدم اك اخويا انا راه واقيلا بان ليك هذاك راه ما يجيش انا لا 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 ديرها انت اختي ديرها انت هذا راه ولفتو لا لا اك اخويا تكلم قدرت اختي ضروري تخرج تيبيني انا مع خويا شوما شنو الحل دابا اش غنديروا ليه كيف من الاول هاك نحس شنو هذا السم وي هاك راه كيدوخ هاك واش كيدوخ هذا السم ويدوخ واش عرفتي هذاك الشيء كيدوخ انت مجرباه دوختو راك واش عرفتي هذيك الدوخ الدور واش انا سيدي اللي بغا يدوخ هاك اي واش مي والله إذا شعل العافية كنت لها أرى ما مشيت تقلت لي شعالة مشيلي تازانا نشوف هذيك الحلوفة اللي بغيت تشعل عادي أرى ما يقبل تازميها دير دي العواد دير العواد وش ما تفاصل سمعتي أرى سخولي الله أكبر عايو أشكون دابا اللي ما موضيش شكون فينا المنحوس ها هذا ما يتسال تبارك الله عليك انتم تبارك الله عليكم ملي شعلتوا ديك العافية راني محزن بالرجال ماشي العيالات عرفتي عرفتي باش تشعل العافية تشعل العافية في الخلا في رصاصة الليل في الظلمة الريحة الريحة ديالها كترجع لي الطفولة النوستالجيا تجيب لي الله بحال بحال كن شعالة عايشورة نوال شنو غندير له ايه هي القرض كاين قول لي شنو نتبخر به ولا هو يتبخر بيا ولا شنو نديرو نبخرو ولا نقدو شنو هذا سير امي الناس غيمشيو لي يخدموا طيب السلام عليكم ما نزلش عندكم شي ناس البارح هنا واش دابا انا البارح كما صايم ندير انا المطار انا فهو طيل هذا السي نورمال ينزلوا الناس باش يتعاون معنا واحد جوج داو لي طوموب ديالي وثلاثه مابقيتش عاقل عليهم بغيت نشوفهم واش هما ولا ماشي هما انا كتعاونوا لي انتم راكم غالطين هذا راه طيل دابا داو الطوموبيل سير ديكلاري عتعاون معنا الشريف الله يجازيك كي غادي نديرو تنتعاونو كي غادي نديرو كي غادي نديرو ما عرفتش الأدانة ما لقيت كي تا مشكل هادشي راه كنديرو واخا راه غير قانوني ولكن ماشي مشكل أنا البارح اللي نزلو عندي جوج
ولي ولي التاج. خرج 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 المصيبه خرج. شنو ما دوش غادي خلص. خويا دوش خدام تمغزي مع راسك. شنو؟ وزيد دغيا وجه الفقر زيد. شكاين؟ وزيد وزيد المصيبه من هنا. ولي ولي ولي. زيد اخويا. زيد خلص شوف انا مزوقه زيد. غيقولوا هما. تعاون معنا وريهم. راه هادشي بزاف على القياس ولا كاين شي باس ممكن نديكم عندهم راه ما نازلين عندي في السويتر واجهه بغيت نصب لكم انا ما عنديش مع سرق زيت وثوما النضره شويه شويه, شوية بحال حنا ما عندناش معاك مالك يا اختي مالك مالك اختي قالت لنا خلاص ما سمعكش علاش كنتي معنا شكون هادوك صحاب الكونتربوند شفرنا لهم كاميو متابعينك انت شفرنا لهم حنا بجوج تابعينا بجوج نوض اخويا نوض هذا الثوم غادي نوض اش شكون دار هادشي؟ القرد صافي غنلبس سروالي ري لبس خميجتي نازلين عندي هنايا كونوا ميقنوا قلت لكم ما كان حمد سرق الزيت قلت لكم زيدوا ديكلاري عند البوليس انا غنتسناك لا تنش سربوه بغا البوليس طلعتي صافي سيري تنجي فين غنجي زيد اخويا طلع ما عنديش ركابي في شلوليا ركابي اللي غيدخلني للحبس قدك لا صافي ماشي واطلع البشر انا ما بقاوش عندي الركابه راه فشلوا بيها طيح دا يخر عيني هرا لي خويا داك سعدان هرا يسدان هرا شويه مشاو لي رجيلات شي فين غادي تخليك معايا شديني من عندك مزيد شديني من عندك وراه نعم غادي فيهم عقلهم سويتر ويال سويتر ويال كيف هذا بلاص ما فاهم الشباب هو بين عصابة كبيرة الشباب عصابة كبيرة؟ شتي انت؟ راه ما تيتبعوك انت من وراك على مصائب الى مشاكل وزيد تحرك قدامي زيد وزيد نهرس لك داك الراس ديك سويت روايات خلاف لا وانزل على المصيبة انزل ما غنمشي ما تخلعينيش انا نازل اي ميتي براودي شليت سعيدة انا اللي تشليت من مرة عرفتك اخويا خليك لا تشي مشيت فيها مشيت فيها انا عباد الله تلفازه بلاصه مطر الناموسيات لي زور المساند الخاد دك دك كلشي دك السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله الشريف ما كاينش فطور مرحبا عرفتوا ما خديتو الكافيتيريا ها هي وراكم مرحبا مرحبا قول يا سيدي ما شتيش واحد المراه وراجل وقرض شنو هو مراه وراجل وقرض كتعرفهم الله بديت نعرفهم تقول العائله كاع واش ميقن ميقن بشير معطي مشي دابا صحابي ومرة تعرفوهم مرحبا مرحبا اوجه الخير مرحبا راه ما لازمكمش عندي على الفطور الفطور الغدا نطلب من الله اللي يربيكم مزيان تهلا اللي فيه ما ماشي هنا ماشي هنا ماشي هنا Neri, je crois que la daronne avait raison. De toute façon, c'est la même, je comprends pas les femmes. C'est le fil de peine.
منذ 10 سنوات في تطبيق برنامج واسع لتحديث بنية التحتية. هذه ما كنقولها قارو مدير الصحة. شتي انت؟ امبوسيبل مي فري. شبلت واحد المصيبة لي في الخلق ودخلتي فيه. وصافي راه كيقول لك راه كل توخيره فيها خيره. وتصوري دابا حنا كون دخلنا فشي شي واد ولا فشي ساريت فين غنقول لك؟ انا خويا هزيت حماري. اليوم بعدا مسخوط الوالدين خرج علينا عاوتاني. كتعرف كل شيء كتهضر بزاف. اشنو شنو عندك؟ لا انا بغيتي اسكت البشر. ايخ على طريقه المرقه انتوما ما عارفينش راسكم معايا من البعاد. ابوليس ديالها في 12 شهر صافي. هادشي اللي بغيتي اشترت انا اشترت كسيده وقعت واش انا الخاطري وكتاب الله ندير كسيده. حجر العافيه ما سكت. عرفتي صوتك راه ولا كيدرني في راسي. بنتي مريضه بزاف انت ضروري خصك تمشي تعالجي. بين عندك انت المشكله مشكله عاطفه. ما عاطفه عندك خاويه بين ماشي اون كوبل. بعدا هي اربعه لان ما كاينش راجل غياخذ راجل. كاين شي راجل غياخذ بعدا بحال هذيك كتقول لك لك بزاف. شتي انت وهاد سعدان وبربي لك منك الدرا كيبان لك انت نوض ندخل لها بشويه. نوض نوض تقعد نكمل الطريق جديد. وهزي معايا حتى انت واش نبقى هز راسي. وما هزاش واش انت الراجل ايوا هز. شكرا شكرا. من هذا الميني بار كنقول لكم صبروا راه الخير قدام. ماشي بالعاني تعطلت 20 عام راه ماشي لخاطرنا. باش مني نوضوا نوضوا نوضه وحده. وهذا المشروع ديال المنافس اللي كتشوفوا فيه واخا هو منافس مشروع ديالو زين ولكن ديالنا حنا زين منه ان شاء الله. قد ما صبرتوا قد ما هادشي غيكون مزيان. وانا راه ما كنكذبش عليكم الله اللي شاهد. جدودنا اش كيقولوا؟ المدرك بالايام عراتو. وانا كما كتعلموا واحد الراجل سترينغ وهذا مشروع سياسي خطير. كي جيتكم خلينا اختي نستراحوا خدامين حنا بالضبط. ايتي سعيد سعيد شنو هذا الشيء؟ كيف هذا العسكر؟ من جدار مية شنو هذا الشيء؟ تمشي تجيب الكفة وتجي عندي كود ما تهضر مع حتى شي واحد. واخا البطرون يلاه خليك ملي نرجع عطيني هذاك التليفون بغيت نهضر مع واحد المسؤول. سير جيب الكفة. ايه غادي نمشي. غارديان سعيدة
سعيده. شوف هذا شو قفلينه ويخش لينه. هاو صح موي السلام عليكم. شريف وقفت نسينا معك اقرب مدينه الله يرضي عليك. يلا اطلع 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 مرحبا مويدي. واش كنت تسنى راه؟ راه ما عندوش بلاكه. دابا اطلع اطلع ولا ما اطلعش؟ غادي عاوتاني ديك بنات راه نسكت ما غندويش حتى خلي الدريك الناقصه يمشي. اذا لنا شي مصيبه هذيك هي طريقه المرقى. سر معايا معالي الوزير ضرب لي المعجون اللي في كيكا والكيف اللي وسط من الدجاجة. شاف سخف عيطوا لومبيلونس. هو والله راجل وقرد ومرا ضايعين في الصحراء ما جاب روح بلدي تكون فيه ما جاب روح بلدي يرتاحوا فيه ودريكا راهم عياو من التعب قتلهم العطش وكيبقاو دابا ودريكا راهم راقدين شوي. كتعرفهم؟ شكون؟ لا ما تعرفهمش. سمعوا اش عندك الريزون تاع تما؟ ما ودي فينا هو لقينا الدواء. صباح الخير دكتور. كيف قضانين؟ صافا ضربنا ليه واحد الشوكه باش ينعس. الحمد لله راك يرتاح. الحمد لله. ملي تيبان ليا معرقه الدجاج حتى تتقم. مما لا شك فيه لانه ولد عائله كبيره. غير هو دكتور الله يخليك واش ما نقدرش نلقى عندكم شي غرفه اكبر من هذه شيئا ما يعني في اي بي ولا سويت؟ ودرا سبيطار هذا ماشي كلينيك بريفي باش ايوا ولكن عايز نسمع. عندي شي مره اسمح لي يا دكتور يلزمك تحترم الاختصاصات. نقدم لك نفسي اولا انا برلماني والاخ المثيل امامكم وزير وعيب وعار تعلق الوزير السيروم في كراعو. هو ما بقاش العلاقه شنو نديروا ليه؟ انتهى الكلام. شكون هو البرلماني اللي عندكم في الدائره اللي ما قيمش بالواجب ديالو؟ هو انت. الاخ الاخ بوليس معك البوليس ضابط القضائيه شرطه قضائيه ولا تما وقلنا الهضره هذه. لا لا والله الزميل الاخ الزميل حتى بوليسي. شوف شاف دابا هزنا درنا له اوتوستوب هزنا ويهرب ياك. شكون شكون
اسكت. دوري 445 المركز، لقينا القبض على المهربين. شنو المهرب يا خو؟ ما بانش بستامي. اسكتنا شورتي كلفاس ورحتو. صافي صافي كنت تنقر تحيتو فين باك انت يوم السبت غدا لحد ما كاين حد والسيد فيري يوم الثلاث الاربعاء الخميس الى خدمنا الاول كاين صافي كنت المرقه تصلحيتو سماعه او ودعناكم فهد مولانا بغيتو تمشيو صافي نشدو الطريق ايه عرضكم الخير يا ربي لك هالكم زينه ان شاء الله يا مولانا مين غندوزو بغيت تمشي نيشان ما تصد لا على اليمين لا على اليسار بغيت اجبر غيتك ان شاء الله أحد الصحراء دي ما فيها اليمين ولا اليسار ماذا بقى عصابة يجرم ياك؟ لا 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 شف أنا 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 الزميل إحنا كنت أنا بوليسي وكنت مهمة سرية حتى أنا بغيت نقول حتى أنا صاحبي بوليسي هو الشاب إحنا كنا تابعين واحد الرقاصة ومع قرض واحد السمر عنده فلوس في ديال المافيا ديال الرواسة وكاش دابا كاينة 50% قسامة تمام قسامة 50% ياك نسكت دابا كيفاش دابا معكم عصابة انترناسيونال معكم الرواسة شافها مروا من الناس دابا الرقاصة تكون عندك 26 25 نقولوا وهذاك داك السمرة عنده 45 42 والقرض عنده 50% نسكت مرشو البحث على واحد السيدة عنده 45 عام واحد السيدة عندها 25 عام ومعهم عزة لا شاب قرض نعم قرض وقال يكونوا معهم دي زاسوسي اوفر لا لا الشيف انا لا لا ماشي اسوسي معهم انا زميل انا احنا زملاء الشيف ممكن تليفون ياك بوليسي خذ راحتك عيط نعيط على لي سيبيريور ديالي باش نثبت لك بلي انا بوليسي ما كيجيو بحد اليوم الحد واللي بيرمانونس سالتين من الاداره ممكن مكالمه اخرى دير او بارلور دير او بارلور لا صوني اش بغى هاد المصيبه يخ اوف الو مراتي حبيبتي الغزال ديالي لا مراتي غير البستان ديالي طاح ليا في الوراق وغير تصيفط ليا الوراق الدوبل باش نثبت الناس بلي راني بوليسي اش من بوليسي ياك حصلوا عليك كتشد الرشوه يا الكذاب يا المنافق يا الشفار لا مراتي
بشويه راه كلشي كيسمع راه ديري لو بارل اسمع اللي بغى يسمع ما كيهمني حتى شي واحد اصلا انت ما بقيتيش كتهمني المنافق بعد مني عطيني اتساع ما ويلي عباد الله واش ولدك ما بقيتيش عاقل عليه واعطيني اتساع وخاصني يعرفوك على حقيقتك يا الشفار الله يصوب شعر دابا واش عندك شي واحد من طايط اخر يكون عندي عندي الله دوني على السلول شاف والله حتى حنا زملاء شاف شوف انتما البوليس راه الداخليه كتعرفوا ان البنات الطقمه فين كتدخل انت امي عمرني انا ما تشرفت كي تكرمت معاك 16 ديال العام ديال الحبس وعمرني ما بقيت بلا شريبه وقالوا كيتسخروا عليا جابني نجي معاك واش انا مالي صار خمي تابعني النحس واش انت ما كتهدش ياك هد اوي لعيبه طاوي اوي اللي مالي نهدش مسعود شنو الماء كاع هادشي انا من ظهري يتلاقى بيا ضايه ديال الماء وسط الصحراء زعما انا كاع مرضي الوالدين هاديك راه بنادم اللي كضربو السخانه الراس كيولي يشوف الماء طراب ولا عجبك شي جيب لنا كاع شويه الماء يلاه جيب لنا الشرب تايده يا قلت كلام من زغرت علي قدر تبعد علي ياك عن 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 شت 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 تحيدي تقول اشوفها بلا ما تغفل عليا فيفتي لقيتي معايا انا البحر عزيز علي انا امي مزغرت علي واش فارق لي من هادشي انا بلي مدمن انا شتك خرجت قروني هيدي عليا والله لا خدتي بالله انا حسيت شري ديك راري بيا يلا بغيتي تعيقي بيا قال بيه شي الدرب وعلي شديت انا في العبس هاكي يلا الله يسعد يلا فوق زيدكم فوق زيدكم بغا طيح عليا الباطل نوض وقف شتو عطات انا باقي عندي ركابي باش نوقف طيحت عليا الباطل زيدك فوق زيدك فوق ركابي سكت انا بسم الله خويا بسم الله ويلي اخويا راك بعقلك تما كسير تبص في الباغي شنو الضربه ديال الميزان ديال الحراره هادي طلعتيني الصاد لا لا عايشه اسيدي مامون لا لا ميرا شكون هادو هادو الجواد كل اللي بيقفوا معايا قال لكم عرضنا لكم الجور الله لا ما وقفوا معاه يرجعوا لي فلوس الزكيه رجعوا لي فلوس الزكيه راه بقيهم عليا غاليه بقيهم عليه غاليه وندير لهم شي ليله من الليالي غايدير لكم الليله عوفوا معاه الله بسم الله عليك خويا سلام الله نزلت دابا جيب لي ولد اختك بغيتو دابا يهضر ولد اختي لا دابا يبان شتيك على ما بانش غادي نعيط على ديك الشوكافه صاحبتي هي غتقلب لك عليه شتك ولدتي العين اش دايره فيك ما تغلطش جيبي لي ولد اختك دابا ما حد داك المسخور تاع الوزير هزوه ما عاقش اي ويلي دوك راه جوادي هما اللي صيفطوه ديريكت في غبغوبه للسبيطار هذاك اش من جواد عندك راه تخربيق هذاك راه جن غواص وجن طيار جابوا لي واحد الرصد بالحق كيلي عرضنا لك جور الله خويا الا ما بعد ليا من الجوادي وطلب التسليم ونوض كاع دير لهم شي ليله تكون فاعله تاركه الا بغيتي تنجح هاد العام الزكيه غيردوا لك الزكيه هشتي لا لي خدتك عليا ياك وما كنتش انا دابا ها كرك باقي تبيع في الصوفه في خميس زمامره شنو حد سوالم سوق الاربع تبارك الله على بنت وليد بن طلال ياك باك كان عاكك ترام على ارض الجموع ويخون الاراضي ديال اللي تامه وعمك كان عفراق شي كيخون البقر مع الفجر معايا انا دركت الشفاره
باقي فلان وانا دايما ديال الحراره تفمي. انا غادي نقول لك داكشي اللي وقع من طقطق. السلام عليكم. انا واحد كنت شفتو فحيت جاتني شويه الخلعه مع ما عمري دخلت عند البوليس. دابا كي شتي الشاف با با مسكين فيه الفوبيا جاتو تقي في الكار والكار هو يحطنا باش با يتقيا ومشى علينا وزاد. لقيتينا الشاف لقاونا هما الرجال ديال كيطلعوا في الماء حيت با كطلع ليه شويه كطلع ليه طونسيون كبا كطلع ليه طونسيون وهبطي في الزكراسو. جينا خارجين حنا تلقاو داك العجب. انا الشاف كنقسم لك بالله الشاف عمر الحشيش ما شفتو غير في السينما ما كنعرفوش. انا هما الرجال ديال كيقولوا لي قولي كنشمو يسحبني الشكلاط ياك ياك با البحر طلعتناش بلا ما نمشيش كل نور البحر عزيز على بعضياتنا. والله العظيم راجل مزيان سول عليا الحال ديال الحبس شاد لك براسي انا كيفاش كانت تعمرت عليا بالتخزيني جرب بن شرطه قليله طرح على راسي. تلاقيت انا وياها الارض اللي شفتني مش فيها طمشات ديال الصندال. انا ما عرفتكم تلاقيت معاها في الطريق ونحيدوا لي شي حاجه اخرى من غير الصندال وسكت صبرت انا والمعزه الدبعه مسكينه قلت لها انا قلت لها سيري بحال غير غادي يضربوا لك جديد قلت لها قطعوا داك الشيء بحال الكاتالوج. انت تلاقيت انا وياك اش كنت كنغني؟ كانت كتغني كانت دابا كتغني داكشي ديال رضا الطلياني. ايه هي كنت كنغني رضا الطلياني. عمري ما عرفت من جاي شيخه. الناس كيبيعوا في الفلوس هي كتلوز قدامهم والناس كيشوفوا فيا حاضرين لي ولكن انا ما كنت مشكل. انا الدنيا كلها انا واحد انسان طيب كنصلي بجم الدور والصلوات الجمع وكنصدق انا المدمن على الصدقه. انا دابا الحشيشه انا ما همشيش معايا الا كانت هي كتكمي وانا ما بخبرش الله يعفو عليها. السوايع اربع السوايع وانتم كتهضر معايا عرفتوا لي 400 قيس خرجوا عليا قسما بالله الا انا الحشيش غادي نكون كميتو جوج المرات وبعت واحد المره ولكن عفا الله عنك. يا حشيشي يا صفاش مسخه ما كتعرفش تهضر ولكن المره مزيانه قلبها ابيض وعاش المخزن وتحيا حق واحد الانسان. سير سير انا فين ماري دولي برام دولي الله يخليكم. ليا مع راسك شخار ولا في الحباسات فين هما؟ يلا غنمشي فين غنمشي نهربو سمعت لا ما نقدرش نخرج لا قانون لا يوفق كاين شي بلاتي غنمشي معاك زيد وخا يوفق ليش عباس شرارة وكل بس نزلت بل كان عرفه وهي اللي قالت يلا نبردو وسمعت لها حتى الاحمر تهجرتي هجرتي واسكت وترجت المره وحده في حياتك وراه هي اللي حرشتني ها احنا برجلين
احنا غنترسلوا معاكم، احنا ما دايرين والو. السلمية شوفي لنا داك الساروت، شوفي كيفاش نمشي مسمار نفرقعوا ديك الباليزه، نجبدوا داك الطامع الدنيا ونمشي نتمتع انا وياك. واش انت كتهضر من نيتك؟ طيب واش فراسك انا وياك روشيرشي وهذا القرض باقي ما لاح ليا الساروت؟ وتكمش اخويا وخلينا نترزقوا نجمعوا شي دريمات. وصافي ملي انا روشيرشي انا غادي نمشي دابا ديكلاري براسي بالكوميسير نقول لهم انا جيتكم صوله بلا ما تتقلبوا عليا، ما تخسروا لا مازوط ولا بوليس ولا 24 ساعه على 24 ساعه. واخا سيدي هي اللي ما تعاودش نوض سيدي سير عندهم باش يفتقوا امك مورا الشمس. يلا نوض، فاش غنبقى مسطعه معاك انا دني؟ واش غدير واحد حاجه احسن من هذا الشيء كله؟ انت مطريق اخويا وانا مطريق، راه وصلتي ليا هنا صافي. ها انت داك كلام مزيان. يلا يلا متى غنتفارقوا عاوتاني؟ شفتي اجي لهنا. مازال صافا؟ جو سوي ميتسان. نو 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 الله يخليك، الله يخليك الحاج، الله يخليك الحاج، الله يخليك. انا هنا موجود، قدم لكم راسي، انا دكتور تلفوحي جينيكولوج. الله يخليك. انا باش نلقى التمثيل هذا، استاذه باينه على الشكل ديالها غدوز سيزاريا. ما خليتينيش حتى ناكل الديسير. يلا سمي الله، سمي النبي، سمي النبي، دريري طيطب ويديك ويديك سمي السمي. ويلي 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 خرج لينا بلا سيزاريا. فرحان عاونت بابا، بابا حنيك ماما، ماما رجعت تصبيقات تصبيقات تصبيقات. هادي وين تصلاي؟ يلا نمشيو حنا. الله يخليكم الدرسي اللي كيبغي يضرب لي الصغور اللي تكوت الحليوات. شي ما جاتش الولاده حتى بغيت ناكل انا الحلوه، عرفتي كون ماشي كلتهاش والله العظيم تمشي مني النصف ديري في كروسه، وانا بحال الدري الصغير كنموت على الحلويات. وانت اش تتكلم كاع؟
اش طحت بقى ضرب ليا على كرشي يا كنا غا كنمثلو وعطيتي اختي راسك انت كتمثلو فوق طبيب واقف حداك ولدك قرضكم تسطى لما كنتي وليتي هنديه تولدي نبعه جاب الله انا هاك مرحبا بدريك الكراطيط فين ساروت؟ خليني نتكلف بلا ما تصدع راسك فين ساروت؟ ايه؟ وساروتي انا؟ فين هو؟ وانا؟ سكات الوحيد اللي عنده حق يدوي في الدار هو انا فين ساروت؟ ما لهاش الا ساروتي الا صارت القرقور قروري قرقوري قلت له خايف تطيبها لي لا 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 بنتي لا غلطتي هذه ماشي من خصايرنا احنا منعود علينا الجهد والكرام ومرحبا بكم ومرحبا بالطريق اللي جابت لكم ساروت انا كنت بلاصتك ما عطيتنيش ساروت ما قلت لك هادي قال لنا داك الروسي غورباتشوف الكبيري زعابره بالفلوس الدوبيز والزرقاء والبرو والاير هادي غير هضره وكلام زايده عندي لكم واحد الحل زوين وغادي يعجبكم غادي نعطيكم 100000 درهم لواحد ايه لا لا غتعطينا 9 مليون باش نقسم انا والسعيده 50-50 تصنت لي يا وليدي مرتي هذيك راه قرايه مزيانه بعد المرات 100000 درهم راها اكثر من 9 مليون شوف فيا منين كون كندوي معاك خالي ما تنساش الفلوس اللي كنت سارق ديال الخدمه غتسد فمك انت الغدار يا قليل النيه يا قليل الخير انت بعدا كون ما عيطت لكش خالتك ما كنتيش غتجي سكا بس ني القضيه فيها خالتك وجدك وعمتك وحناك ولاش عندها خيلي هذه ولات الفاميله انا عطيوني رزقي الباي ديالي وسدت مدان انا رزقي نسكت شوف الله يرضي عليكم صنتوا لي العزيز ديالي انت الوحيد اللي غتقول لي فين كاين ساروت باين عليك ما كتكذبش لا والله ما نكذب عليك خليني نضرب على الحاج سكت عطار بيات راجل عطار بيه انا هو كنا في المحطه هي هز الساروت لحته والقرض نقص شكل الساروت بلا ما قصرته وكاين الشهود انا نجيبك الشهود كاع ديال المحطه سبحان الله كونار حياني الله تعت كنسمع باللي القروده كياكل السوارت عليا باليمين وباليمين وباش كيحلفوا الاحزاب ديال الاغلبيه باش كيحلفوا وما تجبد السوارت اولدي حتى بلاصتك كي لقاو فيها الرماد الحاج والحاج عتق عتق راه مشينا فيها شتي هذاك الوزير صاحبك راه عاود كل شيء للبوليس اجيو اجيو تشوفوا اجيو اش كاين لك؟ اشوف تشوفواش وزيد اش كاين لك؟ وشنو قال لهم؟ اكدت مصادر اخباريه عليمه من المغرب نبأ اعتقال الشرطه بصيد تميم يتمثل في شخصيه رفيعه المستوى برتبه وزير هذا الاخير اعترفت القائده لدى الطائفه القضائيه بعلاقته مع مرحبا مرحبا نقدم لكم راسي انا مول الدار تسمح لي نطلع لك في البوطه الزملاء الزملاء انا واحد منكم انا تلاقيت الزملاء الي سينيوري هولا يو سبيك انجلش اعطيهم العصير تعطيه بني بني ان شاء الله
My father me too want Spanish Barça Real Ronaldinho. Que separata, senhorista, senhora, senhorista. Je ne comprends toujours pas ce que je peux faire pour vous aider. I want Spanish, Go, Real, Barça, Tortilla. أنا وهاد المادموزيل هاد السينيور يستقر بواد القرض. حيت حنا في واحد الجمعية ديال تربية القرضة. حاربونا ما بغوناش نديرو هاد الشيء. كيضربوا لي هاد المادموزيل بحجر في الدرب. تشوهنا. بلاتي. كيس باسا سينيور. مي بو سي با. جي ريفيان. جي ريفيان. أبي لي بيتي غاتو. Les petits gâteaux, je reviens. Et bougez pas, bougez pas. Et bougez pas. Gracias, tía. حتى تهضرنا مع جوج كلمات في الاسبانيا نمشي يجيب لنا الحلوى ما كنتيش مع بالعربيه كره تبح لي الحولي سعيده كمي من يوم بقيت سمي منين نقول لك الله راه ما كيسد بويرتا حتى كيحاول بويرتات اوري طوغو صدرين والباقي كله عداوة عداوة شنو شنو
واش التمريض ولا مالك؟ واش كلس ليا في كنازه؟ اكثر غير سكرين الاسم والاغنيه فيها والله تيبان لك يشدها ويجذبوا بالله. عرفتي الا بقيتي كتغني لي هاد الاغنيه هنا كلشي غينعس وغيزيد فحال. وبين لنا دابا حتى على حنا تيدي طلعي لنا الروسيطه يلا. بالي اخويا لقيت حسبنا الروسيطه شحال فيها. لحقوني لداري خويا عند الغاشي مالو دنيا قرر.